أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يقول: فضيلة الشيخ، أنا في النهار أحفظ القرآن، وفي الليل بعد العشاء أقوم فأصلي النافلة، وفي نيتي كي يثبت ما حفظت من القرآن، فما حكم صلاتي بهذه النية؟ هذا كله عبادة، حفظك للقرآن وتلاوتك له وصلاة الليل كله عبادات ولله الحمد، فداوم على هذا. نعم.